بسم الله الرحمن الرحيم، حدد العدد الحقيقي x إذا علمت أن x زائد x على 2 ناقص x على 3 زائد x على 4 ناقص x على 5 يساوي 13. إذا نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر، يعني نريد توحيد المقامات، فخمسة وأربعة وثلاثة واثنان المضاعف المشترك الأصغر لهذه الأعداد هو 60، يعني هذه الأعداد تتلاقى في 60. إذا x على 1 يعني أضرب في 60 وأقسم على 60، فيصبح لدي 60 x على 60 زائد أضرب هنا في 30 والمقام في 30 والبسط في 30، فيصبح لدي 60 و30 x، 30 x ناقص أضرب هنا 20 في 20 يصبح لدي 60 أيضا في الأعلى أضرب في 20 زائد أضرب في 15 أضرب في 15 ناقص أضرب في 12 أضرب في 12 يساوي 13. إذا الآن المقام موحد فأكتب هكذا، المقام موحد هو 60، فستون إكس زائد 30 إكس ناقص 20 إكس زائد 15 إكس ناقص 12 إكس يساوي 13. إذا على شكل A على B يساوي C، يعني أن B في C يساوي A، يعني أن هذا البسط يساوي 60 في 13، 60 X زائد 30 X ناقص 20 X زائد 15 X ناقص 2 ناقص 12 X نجد 73 X. إذا البسط هو 73 X على 60 يساوي 13، وهذا يعني أن 73 x يساوي 60 في 13، 60 في 13، 6 في 3 18، اكتبوا 8 احتفظوا بواحد، 6 في 1 6 احتفاظ 7 وأضيف الصفر، يعني 73 x يساوي 780. أقسم هنا على 73 يبقى لدي x، أيضا هنا أقسم على 73، فهل العدد الحقيقي x يساوي 780 على 73؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.